امال فين الفطار؟ ممنوع منعا باتا الخروج من باب الشقه الا في حاله الطوارئ كانهيار المبنى او ان المبنى ينهار. فوت 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 اوعك تحط الاغراض على الارض. انا هلا فوت بعطي صحن تحط الصحن على المجلى. حاسس في عندي وجع بضهري وكمان عندي وجع بمعدتي. بتعرف حاسه بصوتك في شي بدك حل للبلغم اختي، وكمان حاسس حالي انه بكره الصبح بدي رشح. بعد عنه هلا بتنعدى. بصي هتعملي كده كده كده، برافو عليك. يلا ايه ده، بصي بقى الحركه الجامده دي كده 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 كده. سيبك من دي. ايه ده؟ يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، ده انا عمري ما اذيت حد.